مساء الخير على حضراتكم جميعا اعزائي المشاهدين في كل مكان في الوطن العربي. مساء الخير على حضراتكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. مرة تانية وأولى حلقات برنامجكم حلم وطن للموسم الثالث على قناة الحدث اليوم الفضائية. الحقيقة أنا حابب بس في البداية آه إن أشكر إدارة قناة حدث اليوم آه على راسهم السيد النائب محمد اسماعيل والدكتور ثروت فياض والاستاذ خالد محي الدين والاستاذ معاويه عبد العليم وكل فريق العمل المخرجين والاعداد وكل الزملاء الموجودين هنا لتعاونهم الكامل والمحترم مع برنامج حلم وطن وكمان بشكر فريق عمل برنامجنا المحترم واللي بيلقى دعم كبير جدا من العديد والكثير من رجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين على مستوى الوطن العربي كله بشكرهم وعلى رأسهم طبعا المشرف العام على البرنامج المهندس طارق سماحة خلينا بس نتكلم مع حضراتكم ونفكر حضراتكم بفكرة البرنامج الرئيسية وهو نشر الوعي الثقافي والمجتمعي لدى الوطن العربي كله وده اللي بيأثر على اقتصاد البلاد واقتصاد الدول العربية بيأثر في ان يكون عندنا استثمارات كبيرة جدا عن طريق التعارف والتقارب والمشارقة والالتزام بأداب الحوار النهاردة ان شاء الله برنامجنا او حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها بحاجات محترمة جدا وحاجات كويسة جدا هيكون معانا ضيف من العيار الثقيل رجل اعمال مخلص لوطنه والبلد بشكل كبير جدا يعني لما نبص لكثير من رجال الاعمال والمستثمرين بيبقوا دائما منشغلين بالتطوير والتحديث وكيفيه الحصول على المكاسب وكيفيه تطوير المصانع والشركات اللي هم بياسسوها عشان يحصلوا عليها مكاسب معينه او مكاسب ماديه وبالتالي بيفيدوا الاقتصاد بتاع البلد اللي هم بينتموا اليها ولكن دايما احنا بنطالب ان يكون رجال الاعمال يكون عندهم الحس الوطني وظهورهم في الميديا ووسائل الاعلام المختلفه ومساعدتهم في نشر الوعي الثقافي والمجتمعي في كل القضايا الدوليه وخاصه ان احنا عندنا احداث الساعه ملتهبه يمكن في الوطن والعالم كله. فاحنا عندنا شخصيه محترمه جدا بتشتغل على نفسها بتشتغل على تطوير منتجاتها وهي صناعة وطنية مصرية مية في المية في كل أنحاء وربوع العالم مش كده بس لا في تواجد للمهندس أو المحاسب صلاح السكري في وسائل الاعلام المختلفه ودعم المشروعات القوميه والوطنيه، وده اللي احنا بنطلبه من كل رجال الاعمال في مصر. هنتكلم معاه النهارده في موضوعات كثيره جدا، هنتكلم معاه عن كيفيه دعم الاقتصاد الوطني، عن اليه دعم المشروعات القوميه في مصر، هنتكلم معاه عن بعض الموضوعات الثقافيه اللي من خلالها يجب على كل مواطن عربي ان يكون لديه حس في التوعيه